منتدى الأسرة عادة هو منتدى يحاكي أهم القضايا المعاصرة للأسرة، فهذه النسخة الرابعة من المنتدى، والمنتدى في كل عام يحاكي قضية محددة، إلا أننا في هذا العام طرحنا طرح مختلف لأنه يتزامن مع مضي 5 سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، وكذلك على يعني تقدم في التنمية المستدامة. سعدت بتواجد اليوم في منتدى الأسرة السعودية بنسخته الرابعة. المنتدى فيه مشاركة من مختصين من خارج السعودية وداخلها لمناقشة مواضيع مهمة تهم الأسرة السعودية، والرؤية بطبيعة الحال أولت أهمية للأسرة كونها بنية رئيسية في محور الرؤية وهو مجتمع حيوي.